بسم الله الرحمن الرحيم. حكايتنا اليوم مع شخصيه حملت العديد من الالقاب العلميه ولكن محبيه وطلابه اجمعوا على انه يحمل شهاده الدكتوراه في العلم والادب والاخلاق. عرفه الناس من خلال الشاشه ولكننا اليوم نتعرف عليه من زوايا اخرى عديده. نحن لا نريد ان نكون من الذين يعني يدعون ايضا الى الانهزاميه في جانب اخر وان الشر قد عم، لا هذا ليس بصحيح اذا نوى ان يضحي ونوى ان تكون الاضحيه له ولاهل بيته يقول هل يؤجرون؟ يعني هل يؤجر تؤجر ذريته ويؤجر اهله واولاده؟ الجواب نعم يا اخي الفاضل. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وابخل الناس من بخل بالسلام. ولذلك لو سالت كثيرا من الناس كم مره تدعو ربك عز وجل في اليوم في, اللي في اليوم والليله؟ لربما خرج لك من يقول بانه لم يذكر الله عز وجل في يومه او ليلته. إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تهلك هذه الأمة بمجاعة أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف فلا داعي للهلاك فيما يتعلق بخلق البشرية كيف تقول إذا كان الإنسان كتب شقيا أو سعيدا ونحن مسيرين ولسنا مخيرين طيب إيش ذنبنا إذا مثلا إذا متابعينا الكرام ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان لعنزي المدير السابق لمركز الدعوه والارشاد وعضو مجلس امناء جامعه القاسميه بالشارقه. فضيله الشيخ اهلا وسهلا فيك وحياك الله. حياكم الله يا ابو خالد وبارك الله فيك واشكرك على الاستضافه واشكر طاقم البرنامج بالمخرج والمعد والمصورين وجميع ال العاملين في هذا البرنامج المبارك. جزاك الله خير، شيخ أنا أخجل إني أرحب بك في هذا المكان. الله يكرمك لأن أنت ربما تدخل هذا المكان أكثر مني أنا. الله يكرمك. جزاك الله خير، وهذا في ميزان حسنات. يا رب. حيا الله شيخ عزيز. أهلاً وسهلاً. برحمة. شيخي أنت ما تطلع في لقاءات كثيرة. لقاءات أقصد حوارية مثل هذه عن شخصيتك، عن مسيرتك، عن عملك. والله اولا الانسان ادرى بنفسه يعني بالنسبه للانسان يعني مثل ما يقولون ادرى بنفسه وبحاله يعني ما ادري قدمنا شيء او لا ان كان قدمنا شيء فهذا من الله عز وجل. الامر الثاني حصل عروض كثيره حتى من يعني بعض القنوات اللي لها انتشار واسع لكن سبحان الله من شرح صدري. انشرح صدري هنا. اذا انا انا محظوظ بهذا الكلام. وانا شيخ. كذلك. جزاك الله خير. الله يحفر. بارك الله فيك. الشيخ الناس عرفتك في برنامج فتاوى في شريعة النور في المحاضرات العلمية والتوعوية في نشاطك الدعوي هنا وهناك لكن في جوانب كثيرة في حياتك الناس ما تعرفها نبغي نصبر أغوار الشيخ عزيز ونتعرف على بعض المسائل حاضري سؤال تقليدي جدا الشيخ بطاقتكم الشخصية الله يحفظك يبارك فيك أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد ف قبل ما ابدا يعني ان كان هناك حقيقه من شكر فالشكر لله عز وجل اولا واخرا وظاهرا وباطنا فلولا الله ما قدم الانسان يعني عمل ولا بورك له فيه ولا نجح في مشوار من اي امور الحياه هذا اولا ولذلك الفضل لله عز وجل اما بالنسبه للبطاقه الشخصيه فانا طبعا عزيز بن فرحان العنزي من المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه اسمها مدينه عرعر مه. هي عاصمه الحدود الشماليه لنا وقفه مع عرعر ان شاء الله, <applause> إن شاء الله. <applause> طبعا احمل الدكتوراه الشهاده العالميه في الفقه واصوله ما شاء الله. من جامعه الملك سعود كليه التربيه في طبعا جامعه الملك سعود في الرياض نعم. من الجامعات العملاقه طبعا في الوطن العربي والاسلامي من كليه التربيه طبعا ايضا الماجستير من نفس الجامعه البكالوريوس من جامعه الامام متزوج عندي اولاد ولله الحمد والمنه آه، تقريبا هذه يعني هذا الشخص. هذا سؤالي التقليدي الاول اي نعم انجزت الان ساحاول ان اخرج من التقليديه شيخ انت قبل ان نبدا انا يعني في العاده احنا نتسلسل طفوله وغيره لكن قبل هذا محور في غايه الاهميه سم. الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزى هو آه مثال جميل ورائع ل المقولة الشهيرة الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي صدق علق لي على هاي الشيخ والله هذه المقولة طبعا اللي أطلقها صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل نعم. أعتقد في لقاء صحفي صحيح. وهي فعلا السعودي إماراتي والإماراتي السعودي يعني ما بين الشعبين من أواصر القربى والنسب واللغه والدين والعرق وأشياء طبعا لا تخفى على احد ولله الحمد والمنه احنا صرنا نتنافس عليك الشيخ. احنا نقولهم شيخ عزيز <تصفح> اماراتي واصدقائي والله يقولون لا الشيخ سعودي والله شرف لي طبعا الله شرف لي انا طبعا يعني يمكن امضيت اكثر من ثلث عمري في الامارات يعني من عام 2000 انا في الامارات ما شاء الله طبعا بعمل انا ارسلت موفد لاداره مركز الدعوه والإرشاد في دبي نعم فحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد طبعا لهم إسهامات كثيرة في إيصال النفع إلى الآخرين ودولة الإمارات العربية المتحدة يعني جزا الله خيرا الشيخ زايد رحمة الله عليه م. وأسكنه فسيح جنات وكذلك الشيخ آه خليفة ومن بعده آه طبعا من جملة الأشياء اللي كان فيها آه يعني تعاون مسألة يعني الدعاة بعث صحيح. الدعاة إلى الله عز وجل يعني يأمون في المساجد يلقون الدروس والمحاضرات يحفظون القرآن صحيح. فكانت هناك الدعاة متجو... شيخ وأعتذر على المقاطعة والقضاء في فترة من الفترات نعم القضاة تبع وزارة العدل صحيح. أما الدعاة فتبع وزارة الشؤون الإسلامية كان قديما يتبعون إدارات البحوث العلمية والإفتاء م -م. بعدين في عام 94 لما نشأت الوزارة انتقلت الدعوة في الداخل والخارج إلى وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. طبعًا هذه المراكز في أغلب دول العالم بطلب من نفس الدول ولله الحمد وهذه المراكز ولله الحمد والمنه مثال على الوسطية والاعتدال وعلى يعني نشر العلم الشرعي المؤصل البعيد عن الغلو والتطرف البعيد عن الأشياء التي حقيقة يعني نسبت إلى الإسلام والإسلام بريء منها. ستبقى كانت وستبقى المملكة العربية السعودية. هي مظلتنا جميعا في نعم العالم الاسلامي صدق جزاك الله خير طبعا الـ الـ هذا الارتباط حصل وهو طبعا له يعني له قصه شيخ صحيح صدقت سمعت بانك <applause> ما كنت تبغي تاتي الامارات صح الكلام نعم صدق هو القصة بشكل هو حقيقه كنا يعني كان في مؤتمر في موسكو عام 94 وكنت انا من ضمن المشاركين مع الوفد وكان معنا معالي وزير الشؤون الاسلاميه ونزلنا هنا في اماره الشارقه. مطار الشارقه الوحيد الذي كان يعني تنزل فيه الطيران الروسي. فلما حتى تنتقل لموسكو. صحيح مه. فلما كنا هنا يعني طرح ارسل معالي الوزير الو الوكيل او المدير العام لاداره الدعوه في الخارج. وعرض علي العمل اني امسك مكتب الدعوه الإرشاد في دبي لانه ما كان او كان شخص على وشك ينتهي فسبحان الله كان ردي قاطع انه لا مباشره مباشره ولا فكرت شيء ولا فكرت حتى انه طبعا حصل يعني قال غريب الرجل نعرفه يعني حليم ويتأنى ويستخير ويشاور سبحان الله ما لاني يعني انا اصلا ما كنت يعني اطلع خارج المملكه الا بعض طبعا دول خليجيه وبعض الدول العربيه تخرج لزيارات يعني زيارات في وارجع اعمال وترجع زيارات وارجع لكن اني اخرج واعمل وانتقل انا واهلي واولادي كان يعني حقيقه هي يعني مستبعده في هذا كان تقريبا عام 95 او 94 سبحان الله العظيم في عام 2000 انا اللي طلبت اني اجي الى الامارات اقدار شيخ سبحان الله اقدار مكتوبه في تلك المره ما كان الله مقدر اني اتي وفي هذه المره قدر الله اني اتي. طبعا المفترض كانت المده اللي يقضيها الموفد خمس سنوات لكن الحمد لله كرم اهل الامارات و... واحتضان على وجه التخصيص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لي شخصيا ورعايته لي جزاه الله خير وتشجيعه وفتحه يعني ابواب الاعلام خاصه الاذاعه والتلفزيون بالمناسبه انا يمكن اول ما فتحت الاذاعه طبعا المره الثانيه صحيح شاركت في اول يعني البرامج شاركت فيها في في الاذاعه وسجلت في عام 2000 تحديدا 2000 بالضبط في سنه قدومك يعني صدقت نعم حقيقه عرض علي وباشرت وسجلت اذكر اول برنامج عن الفقه الميسر كان تقريبا 89 حلقة إلى 90 حلقة فصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حقيقة له فضل كبير بعد الله عز وجل في يعني التسهيل والتيسير وفتح الأبواب التي فعلا أنا حقيقة يعني ممتن امتنان كبير له وممتن أيضا للقيادة هنا في الإمارات وممتن للشعب الذي جزاهم الله خير يعني أتصور في بعض الاحيان لما يظهرون بعض المشاعر انه ما يمكن انك تفارقنا يعني جعل عندي هدف اني ابقى ما دمت انني انا لست بتاجر ولست بكذا عندي تجاره علميه، عندي دعوه، عندي علم، عندي هالشيء الاشياء هذه كلها فرغبت حقيقه في البقاء وبطلب الحمد لله وتجديد يعني الـ الـ الوزاره هناك والمسؤولين ايضا اخذوا بهذا الامر ما دام الحمد لله في انتاج علمي وانتاج دعوي وفي الحمد لله شيء وهذا من فضل الله عز وجل علي فكان يمددون يعني هناك صلاحيات لدى معالي الوزير تمديد للوزير. كل خمس سنوات اعتقد يعني لا هم يعطون تقريبا تمديد دون ذلك آه. يعني لكن على فترات معينه فهذه تقريبا قصتي باجمال مع الامارات اللي هي حقيقه وطن يسكنني كما ان السعوديه وطن يسكنني طيب انا ساتنقل اذا ما بين الامارات والمملكة العربية السعودية. من الاسباب اللي جعلت الشيخ عزيز فرحان العنزي يعتذر في المرة الاولى عن الانتداب للامارات سمعت بانه تعلقه بعرعر. صح الكلام الشيخ؟ عرعر هذه حنين يسكن طيب قبل ان تعلق على عرعر اريد ان اذهب انا كذلك لعرعر واستمع الى احد ابناء عرعر عندك مانع شيخ؟ لا لا ما عندي ما. إذن انا بين ايديكم الان الى هناك الى المملكه العربيه السعوديه اخي ابو سهل منذ الصغر حقيقه كان قريب مني وكانت الصفات الراقيه الصفات العظيمه تتمثل في شخصه منذ الصغر منذ ان نما وترعرع وان كنا الفارق بيننا هو سنه واحده فقط فانا اكبر منه عمرا وهو اكبر مني علما تبارك الله بدات فيه نواحي وصفات النبوغ منذ وقت مبكر وخاصه فيما يتعلق حقيقه في طلب العلم والمعرفه والبحث والاطلاع منذ ان كان في بدايات مراحله الدراسيه كان ابو سهل في صغره حقيقة قريب مني وانا قريب منه. فان كان ينظر لي دائما على انني في مرحلة في مكانة الوالد فانا انظر له دائما فهو في مكانة المساند. فكان داعما لي ومساندا لي طيلة فترات حياتي. عندما بدأ في الدراسة في المراحل الاولى ودخل المعهد العلمي انا يمكن دخلت التعليم العام الثانويه العامه والمتوسطه فكان مجمعنا على الغداء وفي البيت هو الحديث عما يحصل عليه من معرفه وعلم فكان ينثر حقيقه تلك الكلمات الجميله مما يتعلمه من اساتذته لانه كان يجل ويقدر اساتذته كثيرا فكان يضفي علينا وعلى بيتنا المعرفه والعلم من طرفه، فكنا نستفيد وان لم نكن ندرس في نفس المجال. فاثر حقيقه على بقيه الاخوه والاخوات الذين بفضل الله سبحانه وتعالى تميزوا جميعا وتفوقوا خلال المراحل الاولى والمراحل التاليه الى ان اكمل اكثرهم حقيقه الدراسات العليا. هذا الدكتور جمعة العنزي نعم صحيح هذا الأب الثاني ما يعني بالنسبة للدكتور جمعة يعني علاقة ليست علاقة طبيعية كعلاقة بعض الإخوة مع بعض أنا أعتبره الأب الثاني طبعا رجل اللهم بارك من العباقرة له إسهامات حصل على دكتوراه في الإدارة الصحية يعني انت سلكت الجانب الشرعي شيخنا وهو سلك الجانب التطبيقي التطبيق او العلمي نعم هو طبعا انا دخلت المعهد العلمي التابع لجامعه الامام وهو دخل المدارس اللي تابعه لوزاره التربيه والتعليم طبعا المعارف قديمة تسمى وزاره المعارف يعني دخل الجانب التطبيق وتفوق فيه ولله الحمد وكان ياخذ الاول في على المنطقة كان المنطقة الشمالية والشرقية والأحساء ذيك الأيام فأخذ ولله الحمد التفوق وأخذ الأول عقل. على على الطلاب في تلك المنطقة ذك وهو ذكر لنا هو الشيخ اعتذر عن المقاطعة ذكر لنا بأنك أنت كنت من المتفوقين في الدراسة نعم في عرف في عرفنا في بعض الأحيان أن الطالب المتفوق في دراسته خلونا نشوف له تخصص علمي طب هندسة مثل هالمسائل فهم توقعوا لك انك تروح في هذا الاتجاه. صحيح لكن انا حقيقه دخولي المبكر الى المعهد العلمي، المعهد العلمي يصنف على انه ادبي وليس على انه علمي ولذلك هذا اول شيء منع اني انا انتقل مثلا ادخل الكليات الاخرى وسمح لي اني ادخل الكليات الشرعيه وهذا حقيقه من فضل الله عز وجل علي لان المعهد العلمي هو اساس وقاعده للدراسه الشرعيه المتطوره يعني الدراسات اللي مبنيه على فقه المقارن، على التوسع في في الجوانب الشرعيه، لان نُعطى متون علوم الآله تعطى هذه في المرحله مرحله الاعدادي والثانوي، ولذلك الطالب يكون مهيأ لما يدخل كليه الشريعه ما يدخلها بحيث يتفاجئ بهذه المواد، لا نحن اخذنا مثلا مواد الفقه، مواد الحديث، اللغة العربية طبعا، أصول الفقه، بقية علوم الآلة حتى الفرائض والحساب كان عندنا يسمى الحساب. فالإنجليزي أيضا، لكن الإنجليزي ما كان يركز عليه تركيز يعني يعني قوي وهذا حقيقة ندمنا عليه فيما بعد، لما أصبح لنا جولات في الخارج وكذا. احتجنا الى اللغه، وكان الدكتور جمعه مم. يكثر علي من النصيحه بانه ضروري لغة تاخذ دورات مم. لانك ستحتاج اليها في يوم من الايام، مم. وفعلا ندمت، يعني كانت اللغه الانجليزيه عندي مهلهله ضعيفه مم. يعني، مم. لكن الحمد لله الان مع وجود التقانات، مع وجود جميل. الان العرب الموجودين في الخارج احيانا، مع وجود من يوفر لك المترجم الاحتكاك، اسهمت اسهام يعني الحمد لله في, في تجاوز كثير جمع. من الاشياء. اين تقع عرعر؟ عرعر عرعر حنين مثل ما ذكرت لك وجذوة في القلب لا. تبقى جذوة عرعر طبعا هي عاصمة منطقة الحدود الشمالية، طبعا الحدود الشمالية هي تقريبا 800 كيلو ما شاء الله كمارك. من حيث الامتداد واسعة وكذا وهي عاصمة منطقة الحدود الشمالية مم. في الشمال الشرقي من المملكة العربية السعودية مم. لأن الشمال عندنا شمالان مثل ما أو شمال مم. شمال شرقي وشمال غربي، شمال غربي تبوك والشمال الشرقي هي عرعر عرعر وحوله أيوه. طبعا بعض المناطق مثل منطقه الجوف ومناطق اخرى هذا جغرافيا هذه جغرافيا لكن منطقيا هي في قلب الشيخ عزيز فقط. ما في شك لا مم. شك عرعر مهما كان يعني منها خرجت وعلى ارضها درجت مم. شربت ماءها وتنسمت هواءها وعشت مم. يعني الصيبه فيها والاصدقاء والاهل والاقارب كلهم في عرعر مم. تعلمت من عرعر اشياء كثيره البيئه البدويه الصحراويه الجزئيه في عرار اثرت عليك هو عرار طبعا منطقه ناشئه جديده هي في تضرب في عمق التاريخ من حيث المكان ولذلك امرؤ القيس ذكرها في شعره امرؤ القيس لكن كمدينه ناشئه هي نشات بعد قيام المملكه العربيه السعوديه وخاصه لما انشئ أنشأت أرامكو خط ما يسمى بخط التابلاين وهذا يمتد طبعاً من المنطقة الشرقية يصب في صيدة في لبنان سبحان الله العظيم هذا البايب يسمونه أو يعني خط الأنابيب أو كذا هذا سبحان الله نشأت بالقرب منه مدينة مدن وليس مدينة ومن ضمنها عرعة عرعة طبعاً كانت محل يعني كان مرعى وكان فيه اوديه طبعا تصب في في المنطقه ويجتمع الباديه فتقريبا من سبعين او او 60 سنه تقريبا نشات هذا بهذه الصوره بهذه الصوره كمدينه معاصره لدرجه ان مع وجود خط التابلاين أنت يعني تعرف كان الامريكان هم اللي انشاوا الخط هذا كان في اشياء لا توجد تقريبا في العاصمه يعني مثلا المنطقه كان فيها مطاعم البرجر مش موجوده في الـ مش موجوده في الـ يعني كان في حي اسمه حي الشركه حي راقي جدا يعني كان يخصص مثلا للمسؤولين الكبار مثلا في في البلد كان في مطار بينما كثير من المدن في المملكه ليس فيها مطارات يمكن عدا العاصمه وبعض المناطق كان فيها مطار كان فيها مستشفى يعني اغلب اخواني ولدوا في هذا المستشفى مستشفى مجهز يعني تستغرب لما تدخل هذا المستشفى مستشفى في ذلك الوقت مستشفى عظيم جدا وتقانات واجهزه واطباء وخبراء لدرجه ان بعض الاحيان تحول حالات لاقام اجراء عمليه في هذا المستشفى في عرار في هذا المستشفى ولذلك عرار وبالمناسبه هي حدوديه يعني هي ايضا ملتقى حضارات كيف؟ يقولون الجو عندكم بارد دائما الشيخ جدا جدا البارد طبعا هي قاره يعني بالنسبه للجو قاري آه بارد, بارد شتاء حار في الصيف حتى صيفنا طبعا في فتره المساء في الغالب بعض الاشهر يعني الجو جميل يبدا يبرد وانعكس <applause> عليكم الشيخ كلكم جميلين <applause> رائعين ما شاء الله تبارك الله من طيبك ما عليك زود لكن احيانا البرد يصل الى يعني درجات تحت الصفر م. تدنى وتعرف المنطقه الصحراويه البرد فيها مثل ما يقول يدخل في العظم م. من قسوته وكذا اي نعم طيب شيخ انا ساتنقل ولي عوده لعرار ان شاء الله استمعنا للدكتور جمعه وانت ذكرت بانه هو في مقام الاب والاستاذ لا شك ابغي استمع لشخص يراك انت في مقام الاب والاستاذ طيب تفضل مما يدل على علو همه الشيخ حفظه الله شده مواظبته على الدروس وحرصه الشديد على عدم الاعتذار عن الدرس مهما كلفه ذلك والذي يعرف برنامج الشيخ اليومي يدرك ان الشيخ حفظه الله قد صرف جل اوقاته في يعني دعوه الناس وفي نفع الناس وايصال الخير لهم فالشيخ حفظه الله منذ أن يصبح إلى أن يمسي ما بين درس وما بين تأليف وبرنامج الفتاوى غير اللجان التي هو عضو فيها كلجان الفتوى وما شابه ذلك حتى أننا في كثير من الأحيان لما يعني نمر على الشيخ أنا وبعض الزملاء لاصطحابه للدرس مثلا أو إلى أي مشوار آخر نكون قد سبقنا الشيخ إلى بيته والشيخ لما يأتي إلى بيته وهذا ما هو معلوم مما يكلف الشيخ يعني الجهد والطاقة، ولكن من احتسب امره الى الله عز وجل، او من احتسب عمله الى الله عز وجل، فتأتيه المعونة من الله سبحانه وتعالى. من الصفات الجميلة للشيخ حفظه الله حرصه الدام على استثمار الوقت، فما ان نصحب الشيخ في يعني مشوار او في رحلة معينة الا وتجد الكتاب قد سبقنا الى السيارة. شيخنا حفظه الله من الناس الذين لا يحبون الجدال في الدين. اذكر في هذا السياق ان كنا في مجلس يضم مجموعه من طلبه العلم والمشايخ وصار هناك تداول وطرح صار هناك يعني طرح لبعض المسائل العلميه وبدأ النقاش وكل احد ادلى بدلوه الذي لفت نظري ان الشيخ حفظه الله قد لزم الصمت وهو يعني من اعلم الحاضرين في ذلك المجلس. لما ركبنا السيارة سألت الشيخ عن هذه المسألة فأسهب في الجواب وبينه بيانا شافيا وكافيا ثم سألت الشيخ عن عدم مشاركته في, في هذا النقاش وأفاد حفظه الله أنه قد ترك هذا النوع من الجدال لأنه قد يورث في النفس حب الانتصار وما شابه ذلك وهذه لفتة من الشيخ جزاه الله خيرا <شيخ> هذا اخونا فضيله الشيخ حمد السويدي نعم تلميذك واحد ابنائك ويعتبرك نعم اب روحي مثل ما يقولون انعم يعني واكرم بالشيخ حمد من خواص من طلابي ومن الناس النبهه ايضا يعني طالب نبيه وما شاء الله مبارك يطور نفسه ما بين فتره واخرى من حيث يعني التلقي وطلب العلم وايضا يمتلك الحمد لله نضوج في التعامل مع الواقع ومع الاحداث ومع الفتن، فهو حقيقه من النماذج الطيبه اللي واسال الله تعالى ان يجعلنا خيرا مما يظنون. هذا تلميذك في الامارات شيخ إيه نعم في الامارات. الحديث عن الاخ حمد يقودني الى الحديث عن التلميذ الطالب واستاذه وشيخه. كثير من زملائنا الاعلاميين لا يعلمون بان الشيخ عزيز فرحان العنزي كان قريبا من فضيلة الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نعم صح, صح هذا الكلام؟ الكلام هذا ما هي علاقتك بالشيخ بن أنا باز؟ أنا موظف عند الشيخ. أنا توظفت. اشرح عندي. لي أبغي القصة شيخ، سمعت فيها قصص <applause> السالفة. طبعا الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه <applause> الله تعالى المفتي العام للمملكة العربية السعودية علم وأعتقد التعريف به تجهيل هو كل يعرفه ولله الحمد والمنة طبقت شهرته الآفاق. وهذا الإنسان أنا في تقديري بأنه حالة استثنائية ما أعتقد أنها تتكرر إلا أن يشاء الله لأن الرجل هذا ليس فقط جمع العلم جمع بين العلم جمع بين العبادة الأخلاق حتى الإدارة يا أبو خالد هو إداري ناجح من الطراز الأول على الرغم من أنه كفيف كفيف, كفيف لكنه إداري سبحان والله يا أبو خالد أني أنا أحيانا أجلس عنده أربعة موظفين من خواص الموظفين طبعا يقرؤون عليه يعني يملون ويتعبون وهو يعني صامد ويوجه يكتب هنا ويكتب هنا ويراجع ايضا ما ما كتب من حيث التحرير تحرير الخطاب اللي يكتب لدرجه ان بعض بعض الموظفين مره بكى من كثر العمل ومن كثر ايضا يريد دور ايضا ليقرا على الشيخ الشيخ رحمة الله عليه طبعا علاقتي فيه بدأت من عام 1406 هجري يعني 86 ميلادي أو 85 ميلادي تقريبا بهذه الحدود لما توظفت واعظ في مركز الدعوه والارشاد في عرعر التابع لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، مه. هذه كانت الـ 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 الاداره او الادارات اسمها، ادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، مه. طبيعه الحال ذيك الايام ابو خالد الوظائف مثل ما يقولون تعالوا تنقى كثيره أي متوفره تعالوا أنا. خذ اي وظيفه تبي، يعني تغير الوضع فهي لها قصة طويلة لكن عموما لما رفعت اوراقي هناك اجري لي اختبار في القسم قسم الدعوة في الداخل والحمد لله يظهر يظهر والله اعلم رأوني اصلح للدعوة فمسك واحد بيدي قال الآن صدروا قرارة قبل ما يجي غيرنا ياخذه امسكوه هذا طالب نبيه نبغيه عاوزينه طبعا دخلت على الشيخ، الشيخ حضرت له طبعا محاضرات ايام الجامعة اول ما دخلت السنة الأولى في الجامعة لكن من بعيد هذه المرة مباشرة سلم العملاق هذا اللي أتمنى وكل واحد يتمنى أن يراه دخلت عليه فسلمت عليه عرفت بنفسي وكذا فرحب ترحيب عجيب حتى أني ظننت من أقرب الناس إليه وهذه طريقة رحمة الله عليه وبالمناسبة هو مجلسه واحد يأتيه الملك يأتيه السفير الوزير العامي الأعرابي البدوي الطالب العلم الدكتور كلهم سواسية عنده هذا يعني من الصفة اللي يتميز فيها رحمة الله عليه سألك عن اسمك اي اول سؤال سالني قال عزيز قلت نعم قال ورا عبد العزيز يعني فقلت له والله هكذا اهلي يسموني قال انت قصيت البطاقه البطاقه طبعا الهويه ذيك الايام يسمى تابعيه فقلت له نعم قال خلاص يكفي وهذه مساله طبعا الشيخ رحمه الله عليه لا يرى مانع من التسمية بعزيز كريم وكذا لأن ما فيها أل التعريف وهي مسألة حتى علميا يعني حتى لو كان أل التعريف فليس العزيز كالعزيز وليس الكريم كالكريم لكن عموما هو كأن رأى بأن يعني لو كان عبد العزيز أفضل فلما قلت له خلاص أنا يعني هذا قال لي خلاص يكفي سؤال العلامة مفتي المملكة وهذا الرجل العظيم الكبير عن تفاصيل دقيقة يسألك عن اسمك عن مثل هالمسائل لها مدلولات عندك شيخ كيف كيف انا حقيقه يعني اولا انا كنت صغير ذاك يعني عمري 19 سنه في بدايه 19 سنه توظفت عند سماحه الشيخ طبعا لست في نفس الرياض وانما انتقلت الى الشمال لان هناك مركز الدعوه والارشاد بعرع لكن تواصلي مع الشيخ اذا رحت الرياض لابد من السلام عليه ارى بان فريضه السلام على سماحه الشيخ بن باز. طبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه من الأسئلة اللي يسألك يسألني طبعا إذا جيته عن الصحة والأولاد والوالدين والأهل ثم يقول لك كيف حال الأمير أمير, أمير المنطقة أمير المنطقة أي طبعا أنا أقول طيب إن شاء الله نشوف الأمير لكن أنا ما لي علاقة لكن هي رسالة كيف حال رئيس المحاكم كيف حال مدير المعهد العلمي المعهد العلمي تابع لي أني أنا لكن هو يسأل كيف حال مدير هيئة الأمر بالمعروف أني عن المنكر. ما الرسالة التي يريدها؟ الرسالة ان هؤلاء من المهم جدا ان يكون لي ارتباط معهم. لان هؤلاء يمثلون حقيقة، طبعا الحاكم الإداري اللي هو أمير المنطقة، من المهم جدا ان يعرفك. لأن عملك سيتسهل إذا عرفك واقتنع فيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعني لما يعرض نفسه يعرف بنفسه. وكان أيضا يسأل الآخرين من من القوم مثلا. والشخص إذا عرفك واقتنع فيك واقتنع برسالتك أعتقد بأنه سيقف معك ويساندك وهذه مسألة أيضا فيها ارتباط في قضية أن في حقوق لولاة الأمور <applause> أنا كنت أنا كنت سأقول هذه النقطة شيخ أن نعم أنا فهمت بأنه هو يريد أن يربطك بولي الأمر أو من يمثله نعم صحيح ولذلك نحن أصلا هذا ارتباطنا يعني نحن دعاة رسميين والمسؤول عندنا أمير المنطقة وهذه سبحان الله العظيم يعني بعد فترة شجعتني اني كل ارتباط بسمو امير المنطقه وفعلا وجدت كل ترحيب وتيسير وما يحصل من اقتراحات من نصائح نجدها على ارض الواقع ولله الحمد يعني فيهم من الطيبه والخير خاصه اذا جاء الانسان بطرق شرعيه وبطرق يعني لا يبتغي فيها والله الضجيج او الكلام او كذا رئيس المحاكم رئيس المحاكم هذا ايضا يعتبر يعني من ال مقام مقام عالي مقام عالي جدا ممثل كما مركم المحكم وركن ركن من أركان الدولة يعني وزارة العدل المحكمة ركن من أركان الدولة ارتباطي برئيس المحكم أيضا منحني حقيقة أشياء كثيرة مشجعة جدا على أني فعلا عندي رسالة أديها خاصة من أن سماحة الشيخ معطيني بطاقة كبيرة ما تدخل في هذا الجيب وهذه تصريح الحمد لله فلان بن فلان, فلان كذا وكذا اسمحوا له كذلك بقية الجهات الشرعية هذا يريد الشيخ أن يكون لي ارتباط وانتشار مع هذه الجهات حتى فعلا نتعاون على الخير وعلى البر والتقوى داخليا نعم. التعاون على الخير والبر والتقوى داخل وخارج البلد شيخ صحيح أنت لك تجربة في حياتك في ممارسة الدعوة خارج المملكة العربية السعودية بل خارج الخليج وخارج الوطن العربي أبغي إطلالات على هذه التجربة ومثل ما ذكرت لك طبعا البدايه كانت صراحه مثل ما ذكرت قبل قليل في قضيه قصتي مع الامارات. اول مؤتمر حضرته اقمنا طبعا دورات على يعني على هامش المؤتمر دورات علميه كان في موسكو هذا اللي في موسكو؟ في موسكو. م طبعا هذه بالنسبه لي انا مفاجاه نقله طبعا انا يعني في منطقه الخليج الدول العربيه. لكني انتقل الى دوله اجنبيه وخاصه الاتحاد السوفيتي طبعا لما سقط انتهت الشيوعيه. فشفت حقيقه اشياء عجيبه جدا اثرت في يعني طبعا بالنسبه للمسلمين يفتقدون الى يعني كثير بل لا ابالغ قلت جميع ما يتعلق بامور الدين، هم يسمعون مكه بعضهم فقط يعرف من الاسلام انني مسلم. مسلم يسمع عن مكه يسمع عن الاذان. طبعا يحدثوننا لما يعني اختلطنا بهم يعني هذا القرآن استحالة أنهم يرونه ما كان يرون المصحف يا الله. شخص يقول لي بالمناسبة وهذه من الطرائف طبعا نحن كان عندنا دورة فتعاقدنا مع مطعم أختتري كبير في السن فيقول لي لما سقط الاتحاد السوفيتي والحمد لله صار انفراج يقول رحت الحج اول ما افكر في الحج يا يعني بعضهم ترى ما يعني ما يعرف حتى قيمه الصلاه يعرف الحج عند الحج اهم شيء يقول فلما انتهيت من الاحرام وخلعت الاحرام ذهبت ابحث عن الفوتكا أوه. الفوتكا هذا نوع من انواع الخمر فيقول كل ما اجي محل يستغربون يقول انتبه لي واحد فجاء وكلمني قال الخمر حرام يقول والله ما كنت اعرف يا ان الخمر الله حرام يا الله هذه صوره اي يعني هذه صوره تعطيك الواقع المغيب على هؤلاء المسلمين في تلك الفتره المملكه العربيه السعوديه سأ يعني اعيد واكرر أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة لا لها فضل كبير تجاه بعد تجاه الله عز وجل به. ولذلك الفضل لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة في تبني الدعوة إلى الله القائم على الوسطية والاعتدال والحمد لله تشوف يا أبو خالد الآن حتى دولة الإمارات لله الحمد لله إسهامات كبيرة لكن الحرائق من حولنا وبلادنا آمنة ترى هذا ليس أمر طبيعي هذا ما يقدم الحمد لله من بناء مساجد بناء مراكز رعاية أيتام حفر آبار من أيضا يعني إرسال حتى ما يتعلق باستهداف المسلمين لي يعني جعلهم يرتقون بإسلامهم وبإيمانهم وأيضا يكونوا على على مستوى المسلم الحقيقي بحيث يمثل الشخصية الإسلامية هذا كله لله الحمد, الحمد هناك عشرات بل مئات المراكز سواء الرسمية أو اللي التابعة لبعض الأهلية بعض رجال الأعمال نعم نعم مساجد أبو خالد وجدناها قديمة جدا مهملة في روسيا قام الحمد لله يعني سواء الدولة المملكة العربية السعودية أو التجار عندنا ولله الحمد قاموا فأعادوها يعني بعضها بقرون لكنها مهملة متروكة وهي أثرية فأعيد بناءها ولله الحمد, الحمد لله كذلك أنشئت مساجد لك أن تتخيل في ظرف سنة كنت في أسبانيا كانت المساجد ايوه الشيخ انتقل من روسيا أسبانيا <applause> نقلني, نقلني كانت معك. المساجد بالعشرات في ظرف سنه في ظرف سنه 300 مسجد ما شاء الله طبعا. في ظرف سنه واحدة ما شاء الله وهذا ولله الحمد يعني فضل الله عز وجل وهذه نعمه من نعم الله ان يكون هنا هذه الاموال تصرف لصالح المسلمين في في طيب في هذه من روسيا لاسبانيا ما في شيء في امريكا خلينا لا بلا امريكا طبعا يعني ايضا لي برامج فيها كثيره مم. ولا شك بان الحقيقه يعني الاسلام هناك في نمو وفي زياده وفي تمسك ولله الحمد. سواء بين بين المسلمين العرب او حتى المسلمين الامريكان. او نعم الحمد لله يعني في زياده مضطرده يعني بالنسبه للمسلمين الاصليين العرب ولله الحمد يعني كل شيء موفر لهم من حيث المساجد ومن حيث المراكز ايضا غير غير المسلمين ايضا هناك ولله الحمد برامج تستهدفهم هناك كل الحمد يعني اعتناق الاسلام بشكل كبير ملفت ايضا الامريكان في يعني تلك الفترات لدرجه من التسهيل يعني يدعوننا ان ندخل السجون لالقاء المحاضرات فانا اذكر اني دخلت سجن في ولايه منسوتا في مدينه اسمها روتشستر هذا سجن فيدرالي فجلست من بعد صلاه الظهر الى بعد المغرب جلسة واحدة. ما شاء الله. نصلي ونرجع. فكان الحمد لله تشعر يعني أسلم شخص طبعاً في هذه الجلسة. لكن هناك أيضاً أشخاص كثر من المسلمين استفادوا من غير المسلمين كانوا يفكر. فطبعاً عندك أوروبا بريطانيا قبل محاضرات ألمانيا هولندا بلجيكا. في أفريقيا كذلك. أفريقيا طبعاً أنا كنت يعني في في غانا تحديداً كنت مسؤول الملتقى الأول للدعاة لان الوزاره عندنا جزاهم الله خير يهتمون بالدعاة من حيث التاهيل لان تعرف فاقد الشيء لا يعطيه والداعيه اذا تركته اهملته صحيح فيحتاج دورات تاهيل بشكل تقام دورات اسمها ملتقيات للدعاة احب التنقل انا طيب والله شو رايك ننتقل بعد؟ والله حاضري ننتقل للمكان الاخر ما هناك في الاستوديو تفضل شيخنا تفضل 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 <applause> بسم الله أبو سهل في حياته كان متميزا في نواحي عديدة النواحي الاجتماعية فكان محبا للدائرة الصغرى دائرة البيت والدائرة الأكبر دائرة الحي فكان أصدقاءه كثيرين وكذلك دائرة المجتمع وسبحان الله هذه الدوائر بدأ في التأثير فيها بصفة مستمرة حقيقة منذ صغره. أقول أنه في المرحلة المتوسطة كان إماما لمسجد الحارة. وفي المرحلة الثانوية كان داعيا لمن حوله. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى مؤثرا في في أحوال أقاربنا وأصدقائنا الذين كانوا معنا وتأثيره أيضا علينا نحن أسرته. محب للتأثير أنا أذكر في مجلسنا القديم في بيتنا القديم بيت الوالد رحمه الله عليه وضع لوحه خطها بيده وكان يقول كانه يقول لنا جميعا ويقول لمن يسمع ولمن يزورنا كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا بالطوب يرمى فيرمي اطيب الثمر فكان ابو سهل ذو عطاء حقيقه يتحمل دائما صاحب الشخصيه المؤثره فهو ايضا يتحمل فكان يخدم الدائرة الصغرى والدائرة الأكبر والدائرة الأكبر حتى يخدم الوطن أبو سهل حقيقة في صغره كان لاعبا للكرة وكان محبا لكرة القدم وكنت أعتقد لو أنه وجد له مدرب محترف ربما كان من اللاعبين المتميزين في أحد الأندية فيعرفه من في الحارة إذا لعبوا في الدوريات الخاصة فكان رجلا متميزا ولاعبا متميزا ويحاور ف اتمنى انه حتى هذه اللحظه قد ملك تلك المهاره. انا بالنسبه لي الان اصبحت مدرب محترف ومعتمد في كثير من الدورات ولكن اول شخص تدربت عليه او قمت بعمل التدريب عليه وسويت نفسي استاذ عليه هو ابو سهل عندما علمته قياده السياره اذا كان يذكر هذا الشيء وهذا سؤالي له الان. علمت قياده السياره على سياره ونيت داتسون 1975 موديلها كانت قديمه وكنت يبدو اني كنت شديد عليه في ذلك الوقت فهل تعلمت يا ابو سهل من تلك المهارات التي اعطيتك اياها او تراني مدربا غير ناجح شيخ <applause> دكتور جمعه انا حبيته صراحه ابلغه <applause> سلامي وتحياتي لا, لا لا هو ينحب ما شاء الله الله مبارك <applause> الله يحفظه اعطاني بعض الاسرار بس كشف اسراري والله هذه صراحه يعني هذا المطلوب انا كان مفترض اني اقدم هذا اللقاء من قبل والله هذه كثير ما حد يعرفها لكن يلا الله يعين <applause> اول شيء هو يعني تعلم التدريب عليك يقولك تعلمت هذا لان سال سؤال فلازم نجاوبه لا 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 صحيح فعلا نعم انا تعلمت القياده على يديه ولله الحمد كنت صغير حقيقه وكان انا وياه يعني نتنقل في السياره الصغيره صغيره هذه لدرجه أن نضع مخده تحتنا من صغر سننا <applause> عشان تبين كبير الانسان يعني آه وما كان ذيك الايام مدارس التعليم القياده هذه جاءت متاخره يعني في منتصف الثمانينات تقريبا وكان الانسان يتعلم بنفسه وبعدين اذا صحيح اخذ هذه البطاقه ممكن ان ياخذ الرخصه فجزاه الله خير لكن قسى عليه اهم شيء داتسون لا جدا <applause> 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 شيخ مارست تجارة وانت صغير صحيح نعم انا واياه طبعا حقيقة من أول من بدأ في قضية تجارة التوزيع توزيع المواد الغذائية وكذا في البلد أنا والدكتور جمعة ذيك الأيام كنا صغار حقيقة مع نشأة البلد وما كانت هذه معروفة ولله الحمد يعني ذيك الأيام وكانت تدر علينا حقيقة أموال كثيرة وهي مكلفة ونحن صغار في السن لكن حقيقة كانت فعلا يعني من الأشياء اللي أعطتنا دافع قوي أننا نستثمر الفرص و وبعدين سبحان الله دخلنا يعني الجانب التعليم او الجانب العلمي والدراسه وكذا شغلك عن التجاره شغلتنا عن الدراسه ندمان عن الدراسة ندمان تركت التجاره هذه؟ لا لا ما الحمد لله آه بالنسبه لي ما حصلناه من العلم لا شك انه شيء عظيم والحمد لله فيه يعني الان محاولات لكنها خفيفه على عن عن بعد مثل ما يقولون لا الواحد اقصد الشيخ لما يكبر في السن يقول انا لو ظل تاجر احسن لي من اللي والله شوف <applause> التجاره بركه يعني نعم لان تعرف الوظيفه الانسان حتى توكل على الله ضعيف لان يعتمد على الراتب آه ينتظر اخر الشهر اخر الشارع أيوة. التجاره لا، التجاره احيانا سبحان الله اضعاف مضاعفه يدخل عليك من الارباح بشكل يعني وتجد سبحان الله لذه لان فيها عرق جبين وكد يمين وتعب واجهاد فتشعر بان هل اللي تاخذه انت هذا حلال محض. اما الان الوظائف الله المستعان يعني. كرة قدم والله شوف كرة القدم مثل بقية الاطفال والشباب بس كنت لعيب الشيخ جدا يعني الان تلعب؟ لا لا صعب الان ما نسوي يعني اي ما محاوله لا لا ابدا لكن ممكن كره طائره طيس مثلا اها اللي, اللي يلعب فيها الانسان هو واقف طيب وهو واقف زين الشيخ سمعنا كذلك انك محب للرحلات والله الرحلات خاصه البريه لا شك بانها هي متنفس البر عندنا مثل ابو خالد في السعوديه يقول البر بريره فيعني في متنفس واحنا نشانا اصلا في بيئه يعني صحراويه البر من الجهات الاربع حولنا ويعني شيء كانه من الفرائض انك تخرج الى البر خاصه اذا إلى اليوم؟ الى يعني. اليوم نعم بر الامارات اللهم بارك من اجمل حقيقه البراري اللي نطلع فيها نحن والاهل واحيانا اصدقائنا واحبابنا من طلبه العلم تطبخ؟ للاسف أفا. انا انا فاشل الشيخ اللي يحب البر في الغالب يحب يطبخ لا انا اعرف بي اعرف بيض وطماطم بس. بس, بس بس الله يحفظك المشكله اللي اللي معاي ما يعطونك فرصه للاسف الشديد يعني شيخهم شيخ والله للاسف لا. لكن عاد عموما هو يريدون جزاهم الله إكرامي لكنه يمكن ضروني من حيث لا يعني أشعر ان مهم الطبخ مهم جداً. طيب، شيخنا الفقرة الأخيرة في البرنامج سنستعرض مجموعة صور نعلق عليها. قبل الفقرة الأخيرة بشكل سريع أنت الآن عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية في الشارقة. نعم هذا يقودني لي لموضوع لي ارتباطك بالشارقة، الشارقة تحبك وأنت تحب الشارقة في إذاعة الشارقة تلفزيون الشارقة والآن الجامعة. القاسمية هل محور بشكل سريع؟ والله الفضل لله ثم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة هو الذي حقيقة اختارني أن أكون عضو أيضا هو الذي رشحني أن أكون رئيس اللجنة الأكاديمية في الجامعة القاسمية اللي هي ناشئة أو تعتبر حقيقة نواة من أعظم الأعمال ومحسنات صاحب السمو اللي نفع الله عز وجل فيها نفع عظيم ما تتخيل الطلاب اللي يأتون من بلاد شتى يتعلمون اللغة العربية والعلوم بمناهج ومساقات فيها اعتدال وفيها وسطيه ويرجعون ولله الحمد نسمع اخبار ابو خالد المفرحه شخص تخرج وراح اصبح مفتي في بلده ما شاء الله شخص راسلني قال عنده برنامج تلفزيوني في دوله افريقيه شخص امام في احدى الدول الأوروبية كم وهذا ما أراده صاحب ما السمو في من هذه الجامعة الحمد لله بالنسبة لي يحبك صاحب السمو؟ والله إن شاء الله أنا سمعت هذا الكلام. والله يتواصل معك بشكل مباشر؟ نحن نحبه في الله ونتقرب إلى الله بحبه لأن صاحب السمو حقيقة إنسان نذر نفسه للمواطنين والمقيمين يعني فيما ظهر لي ومنهجه فيما أفهم أنا هو حقيقة يعني استهداف الإنسان بحيث بناء الانسان، بناء عقائدي، علمي، شرعي، فكري، اخلاقي، كل برامجه كلها تشير الى هذا، فاسال الله عز وجل ان يطيل عمره على الطاعه يمده بالصحه والعافيه. اللهم امين. قلت لك الفقره الاخيره استعراض مجموعه من الصور، عندك مشكله استعراض صور؟ لا ما في مشكله. ولا مشكله شرعيه ولا والله ما لكن عسى الله يعين، انتم الان بما أن ما عندك مشكله شيخ نستعرض صور، اذا ما بيكون عندك مشكله نتصور. ان شاء الله ما في مال. انا بس اطلب من زميلي الاخ عبد الرحمن أن يلتقط لنا صوره بهذه الكاميرا بعد اذنك فضيله الشيخ. سلام يا عبد الرحمن السلام الله عبد الرحمن هذا مصورنا فضيله الشيخ عبد مصور قديم عبد الرحمن ما يحتاج بس يتشبب عبد الرحمن نبغي صوره حلوه يا عبد الرحمن لو سمحت واللي عنده فتوى او يطلب فتوى في موضوع الصوره حلال ولا حرام يتصل في برنامج شريعه النور موجود عبد الرحمن. <applause> موجود موجوده الاجابات <applause> سئلت كثيرا شيخ عن هذا انا ما ابغى اسالك عشان اتجاوز الوقت شيخ هذه انا تعرف انت هاي الكاميرات القديمه اكيد سمعت بها ومرت مرت عليك يعني لغايه ما تتحمض الصوره نستعرض الصور إن شاء الله. نبدا بخير. يا شباب الصوره الاولى هذه طبعا كان انا ذكرت قبل قليل كنت مسؤول عن ملتقى الدعاة الاول في غانا وطبعا مجموعه دول خمس دول تقريبا مع غانا بوركينا فاسو توغو بنين وساحل العاج شباب كان هذا شيخ. كان عام 99 كنت شباب أو شيخ. ما الان كيف لا ما زلت شباب ما زلت شباب اقصد يعني الشيخ عزيز اعطوني الصوره اللي بعدها هذا مع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام النبوي هنا في دبي طبعا في زياره وهذا كتاب لي اسمه هيبه الدوله واجب ديني وضروره شرعيه جميل جميل كتبته اصلا في ايام يعني الفتن وكذا لتوجيه الناس في, في يعني في وقت مناسب نعم كتبت هذا هذه اذكر الصوره هذه في اوكرانيا في اوكرانيا في مدينه اسمها دينس كان المحاضرة والاخ هذا يترجم شكلها قديمة الشيخ هذه هذا في 96 اه ما شاء الله نعم. طيب الصورة اللي بعدها يا شباب هذا في حفل زواج هذا ابن اختي الاخ فهد ما شاء الله تبارك هذا الدكتور هذا صديقنا الان دكتور جمعة ايه نعم جمع ايه جمع خلاص ايه بلغ دكتور جمعة سنستضيفه ان, ان شاء الله في شاء يوم من الايام هذا في اندونيسيا في جزيرة اسمها بيما بعيدة جدا نصلها في بعد محطات في الطائرة وكان ملتقى اسمه ملتقى الدعاة المحليين هذا جزء من متعتك الشيخ جدا جدا اندونيسيا بالذات يعني صراحه بلد هذا في مدحه هذا في مدحه هنا كنا كان الدكتور جمعه في زياره لي واحد الفضلاء يعني وفر لنا المكان جزاه الله قلنا لكم يحب الرحلات الشيخ بس ما ما يفصح كثيرا هذه رحله من الرحلات الجميله هذا مع في الصحراء في الشمال هذه مع الابل الله الله <applause> شيخ <applause> الربيع الشمالي أبو خالد صراحه ساحر جدا يعني هذا ربيع المملكه شوفوا ربيع اه ربيع عرعر وربيع شمال المملكه يا جماعه الخير انا شيخ اشعر بالبرد الان <applause> بمجرد هذه صورة خاصة من اللي سربها هذه؟ لا لحظه 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 نوقف عند هاي الصوره يا شباب اكيد الدكتور جمعه ها والله شيخ هذه اسرار بعد اي نعم عندنا يعني مصادرنا الخاصه أي يلا الحمد لله وين هذا الشيخ هذا في ربيع ايضا احد السنوات في ربيع عرار نفس عند ربيع الشمالي نعم زين زين الحمد لله حصلنا نعم. هالصوره على بين سعدين هذا الدكتور سعود اخوي اللي الثوب الملون الازرق ما شاء الله هذا دكتور في جامعه حدود الشمالي والثاني ايضا الدكتور سعود مسؤول ايضا في جامعه حدود الشماليه وهو ايضا زوج اختي وكنا ايضا في احد المواسم هذا ايضا آه. في اندونيسيا في اظن في احد أظنها بالي او ناسي آه. الان لكن عموما كنا في زياره لمسجد لبناء المسجد شيخ هذا في آه. 96 او 97 مم. اعتقد ان احنا طبعا وصلنا ميلادي انا اتكلم 97 لان احنا تعامل في الهجره في السعوديه ايه انا لاحظت الشيخ انت تضطر انك تترجم تذكر بالهجري بال يعني احنا تاثرنا بعد الان اصبح يعني يغلب عليه ذكر الله جميل الشيخ ان الواحد يعني يحفظ التاريخين هذا المعاملات شيء بس لا يغلب على الثاني يعني طيب شيخنا احنا وصلنا واياك الى نهايه الحلقه لكن هذا شيء من الذكرى سيبقى معك ان شاء الله تعالى شرفنا يا ابو خالد حتى تذكرنا بدعوه شرفنا يا ابو خالد اسعدتنا الله يبارك فيك لكن كلمة ختامية تفضل انا اعتذر لكل من لم استطع ذكر اسمه او اتي على سيرته لان الوقت يظهر قصير صحيح لاحظت انا مستعد معك كل الوقت فضل الله علي كبير الوالدين رحمه الله على الوالد كان يعني من الناس اللي يشجعني دائما يحفزني الوالده الله يعطيها الصحه والعافيه كذلك اخواني طلابي لهم فضل علي لانهم فعلا يتحملوني وايضا يسهمون في قضيه اني اجلس لهم كل هؤلاء لهم فضل علي بارك الله فيك شكرا مره اخرى شكرا بخال بارك اذا متابعينا الكرام اوقات رائعه وحكايات اروع مع الشخصيه التي يحبها الجميع بلا استثناء ونستمر نقلب دفتر الحكايات مع شخصيات اخرى الى ذلك الحين لكم اجمل تحيه ووفر عبر تطبيق مرايا حمله الان من جميع المتاجر الالكترونيه